السلام عليكم. يبدو أن هناك فائدة للفيتامين د في الوقاية وفي تخفيف شدة الإصابات بفيروس كورونا. اليوم رح نستعرض الدلالات العلمية والدراسات الخاصة بهذا الموضوع والتي أوصلتنا إلى النصح بإعطاء 3000 إلى 5000 وحدة يوميا لجميع الأشخاص. فبداية، تقريبا 40% من الناس عندهم نقص في فيتامين د، ويعود هالشيء هذا إلى عدم التعرض إلى أشعة الشمس بشكل كافي، وخصوصا عند النساء في مجتمعاتنا، كذلك إلى قلة مستوى الفيتامين د في معظم الأغذية التي نتناولها. فتناولنا لسمك السالمون والسردين وصفار البيض والفطر والتي تحتوي على كميات جيدة من فيتامين د تقريبا قليل جدا في غذائنا اليومي، بالإضافة إلى أن هناك أغذية مضاف لها فيتامين د صناعيا مثل الحليب وعصير برتقال، لكن بكميات قليلة وتناولنا لها محدود نسبيا. بعد ما يدخل الفيتامين د إلى الجسم يتحول إلى مركب فعال عن طريق الكبد أولا ثم الكلية، وينتشر في جميع أنحاء الجسم حيث له مستقبلات على كافة خلايا الجسم، وله دور في الحفاظ على مستوى الكالسيوم بالجسم بشكل جيد، وهذا معروف تماما. لكن تم الكشف عن دور للفيتامين د في تقوية الجهاز المناعي في الجسم. ففي دراسة نشرت في مجلة البلوس 1 تبين أن إعطاء الفيتامين د يؤدي إلى تعديل عمل مورثات. هناك 291 مورثة مختلفة، إما أن تثبط أو أن تفعل. هناك 82 مورثة كما تشاهدون هنا، بحيث أنه انتقل من اللون الأحمر والأصفر إلى الأزرق، هذه هي المورثات التي تم تثبيطها. وهناك 209 مورثات أخرى تم تفعيلها بفعل الفيتامين د، وكما تشاهدون هنا على الشق الأيمن من الشاشة بالانتقال من اللون الأزرق إلى اللون الأحمر والأصفر. هذه المورثات لها دور كبير في تعديل الجهاز المناعي، تخفيف الالتهاب، تخفيف شدة التأكسج، ترميم الدي ان اي، وتشاهدون هنا تأثير فيتامين د على الخلايا المناعية المختلفة وما ينجم عن ذلك من ازدياد أو انخفاض في الوسائط المختلفة المفرزة من هذه الخلايا. لكن السؤال المطروح هو، هل فعلا تناول فيتامين د يؤدي إلى تخفيف التعرض إلى الإصابة بالكورونا أو تخفيف شدتها؟ هذا ما تبين في دراسة قام بها مايكل هوليك وزملائه على أكثر من 191 ألف مريض في أمريكا. تبين أن نسبة الإصابة بالفيروس تقل عندما يرتفع مستوى الفيتامين د عن 30 نانوغرام بكل مليلتر، ويستمر بالانخفاض مع ارتفاع مستوى الفيتامين. وبشكل عام تقل نسبة الإصابة بنسبة 54% إذا كان المستوى أعلى من 55 نانوغرام بالمليلتر. في دراسة أخرى على 235 مريض تبين أن شدة الإصابة تزيد على الأقل 59% عندما ينقص مستوى الفيتامين د عن 30 نانوغرام بالمليلتر. كما تشاهدون على هذا المخطط بنفس الدراسة، هناك توزع للأعمار على مستوى أو على المحور الأفقي ومستوى الفيتامين على المحور العمودي. الدوائر الحمراء ترمز للأشخاص المتوفين، والبيضاء للأشخاص الذين نجوا من مرض كورونا. ترون هنا أن معظم الوفيات هي تحت خط 30 نانوغرام بالمليلتر، وتقل جدا عندما يرتفع مستوى الفيتامين عن 40 نانوغرام بالمليلتر كما ترون فوق الخط الأفقي المنقط. وإجمالا تنخفض نسبة الوفيات بأكثر من النصف عند الحفاظ على مستوى الفيتامين د أعلى من 30 نانوغرام للمليلتر الواحد. بناء على ذلك أظن أن هناك دلالات علمية كافية لعيار مستوى الفيتامين د وأخذ فيتامين د في حال كون المستوى أقل من 30 نانوغرام بالمليلتر الواحد، والهدف هو أن نوصل المستوى إلى حوالي 40 إلى 50 نانوغرام بالميلي. الجرعة هي 50 ألف وحدة كل أسبوع أو 6500 وحدة يوميا لمدة 8 أسابيع لإعادة النقص في البداية، ثم البقاء على 1000 إلى 2000 وحدة يوميا. بارك الله فيكم وأتم عليكم العافية، والسلام عليكم.